بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. لا يزال الكلام حول أحكام سجود التلاوة. قال: تنبيه مهم، إذا انقطع فور التلاوة، إذا انقطع فور التلاوة صارت دينا، صارت سجدة التلاوة دينا في الذمة. ومتى ينقطع فور التلاوة؟ قلنا إذا قرأ كثيرا، إذا قرأ تجاوز آية السجدة وقرأ بعدها. قال: صارت دينا فلا بد من فعلها بنية. أما لو لم ينقطع الفور لا يحتاج لها إلى نية خاصة، يسجد مباشرة أو يسجد يأتي بها مع السجود الركن، مع السجود الركن، أو يأتي بها في الركوع، ولكن لا بد من النية إن أتى بها في الركوع كما مر معنا في الدرس الماضي. قال: فلا بد من فعلها بنية، فيأتي لها بسجود أو ركوع خاص. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: فإن قلت قد قالوا إن تأديتها في ضمن الركوع هو القياس، والاستحسان عدمه، والاستحسان عدم الإتيان بالركوع عوضا عن سجود التلاوة، لما الاستحسان؟ ما هو وجه الاستحسان؟ قال: وجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم الواجب بسبب قراءة آية السجدة، هو التعظيم بصفة مخصوصة، هو التعظيم بصفة مخصوصة، وعليه لا يقوم غيره مقامه. الواجب المترتب على قراءة آية السجدة ما هو؟ التعظيم على صفة مخصوصة، فلا يقوم غيره مقامه. لذلك الاستحسان أنه لا يصح الركوع، لا يقوم الركوع مقام السجود بالنسبة للتلاوة، هذا الاستحسان. والقاعدة عندنا إذا كان عندنا قياس وعندنا استحسان، بأيهما يعمل؟ بالاستحسان. القاعدة عندنا يقدم الاستحسان على القياس. في هذه المسألة الآن ما هو الحكم عندنا؟ تقديم القياس على الاستحسان، وهذا خلاف القاعدة. هنا الإشكال الذي أورد علينا، وهو الذي نبه عليه الكمال ابن الهمام، وأراد أن يبين الحكمة. لما قدم ما ظاهره القياس على ما ظاهره الاستحسان؟ قال: أيهما أقوى في الاستدلال مولانا؟ القياس أقوى من الاستحسان؟ الاستحسان، لأن الاستحسان مولانا هو ما هو؟ هو قياس خفي. الاستحسان كما سيأتي الآن التفصيل على هذه المسألة. ولكن المسألة المعمول به عندنا أن الاستحسان يقدم على القياس. نفس القياس الذي نقرأه في الأصول. نعم.
نعم نعم، وأن تلحق المسألة في نظائرها، المسألة غير المنصوص عليها، المسألة غير المنصوص عليها، أن تلحقها بنظائرها كي تعطيها نفسها الحكم. نعم، كما مر معنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. هذا النص مخصوص بمن؟ بالهرة، لعلة الطواف. فقاس الفقهاء كل من هو يقوم يعمل عمل الهرة لا يمكن الاحتراز عنه يطوف فأقامه مقام عن طريق القياس. قال: والاستحسان عدمه. والقياس هنا لا إله إلا والقياس هنا مقدم على الاستحسان في هذه المسألة، فأسعفني بكشف هذا المقام. طيب، ما هو الجواب؟ يقول الشيخ الكمال: فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم. مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني من العلل، ما خفي من العلل التي يتعلق وينبني ويرتبط بها الحكم. عندنا علة يرتبط بها حكم، فالمراد بالاستحسان هنا تلك العلل الخافية الغير واضحة الخفية التي ينبني يتعلق بها الحكم. ومن القياس، ومرادهم من القياس ما كان ظاهرا متبادرا، يعني ما كان واضحا جليا يمكنك إدراكه بأدنى تأمل، نعم. يعني إنسان مثلا قال لك فلان مثلا وضع وهو صائم وضع بفمه سكرا وابتلعه، ماذا تقول؟ أفطر. تقول ماذا؟ أفطر. ليه؟ بأدنى إعمال لعقلك تلحق هذا الفعل الذي فعل بفعل من أكل، بفعل من شرب. هذا قياس. قال: ومرادهم من القياس ما كان ظاهرا متبادرا. إيش يعني ظاهرا متبادرا؟ واضحا جليا يمكنك أن تدركه بأدنى تأمل. إذن عندنا استحسان، عندنا قياس. بيّن الآن المرادة من الاستحسان والمرادة من القياس. فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول، بل هو أعم من القياس المحدود في الأصول. فقد يكون الاستحسان بالنص. إذا الاستحسان المطلق هنا أعم من القياس الوارد المحدود المذكور في كتب الأصول. فقد يكون الاستحسان بالنص. مثل ماذا؟ أحسنت. بيع السلام بيع المعدوم. والقياس عدم صحته. أنت بمجرد ما قال لك إنسان بعتك شيئا معدوما تقول له لا يصح. كيف لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، ولكنه أجاز ماذا؟ السلم. أجاز السلم. فهنا الاستحسان كان بالنص. وكما ذكرنا قبل قليل، تقول لفلان تناول الطعام أكل
فأقول لك تقول أنت هو أفطر، فأقول لك ليس بمفطر، فلان لم يفطر لأنه أكل الطعام. لما؟ لأنه أكل ناس. القياس أن يفطر، الاستحسان ألا يفطر لأنه أكل ناسيا. عندنا نص في ذلك، وهناك مسائل كثيرة في هذا الأمر. قال: فقد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون بالضرورة، وقد يكون بالضرورة. كيف يكون الاستحسان بالضرورة؟ أنا أعطيك مثال الآن. عندي إناء فيه بول، فيه دم، فيه نجاسة ما، قمت برمي هذه النجاسة، ما حكم هذا الإناء؟ نجسا. القياس أن هذا الإناء يستحيل أن يطهر، كلما وضعت الماء لتغسيله ماذا يحصل بالماء؟ يتنجس. أرميه، أضع ماء آخر يتنجس، أضع ماء ثالث، رابع، خامس، عشر، مئة، مئتين، ألف. لا، إذ ما مرحل أن نرميه، الحال أن نرميه، هذا القياس. فقلنا بطهارته بما؟ بالضرورة. لا، بالضرورة. فكان الاستحسان مبنيا على ماذا؟ على الضرورة. البئر إذا ما وقع فيها نجاسة، قاف البئر التي تنبع باستمرار، كلما أخرجنا منها ماء نبع غيره، إذن لا يمكن أن تطهر هذه البئر، فقلنا بطهارتها بما؟ بالضرورة. فبناء الاستحسان هنا على ماذا؟ على الضرورة. إذا الاستحسان يبنى على على النص، قد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون الاستحسان بالضرورة. وقد يكون كذلك الاستحسان قد يكون بالقياس، قد يكون الاستحسان بالقياس. كيف ذلك؟ هل عندنا مثلا نحن مر معنا في الأسآر، مر معنا في الأسآر أن سؤرة سباع البهائم ما حكمه؟ سؤر سباع البهائم نجس. سؤر سباع البهائم نجس. لما؟ لأنها تولد من لحمها، لأنها تشرب بلسانها، ولسانها مبتل بلعابها، ولعابها نجس. ابقى معي تماما كي تفهم الآن هذا الحكم. قال وهو أن الاستحسان، الله، هنا الاستحسان بالقياس، الاستحسان بالقياس، ولعابها مبتل، لسانها مبتل بلعابها النجس، لأنه متولد من لحمها واللحم نجس. وقلنا سؤر سباع الطير مكروه طاهر، وإن كان فيه كراهة ولكنه طاهر، سؤرها طاهر، مع أنها نجسة، مع أن لعابها نجس، مع أن لعابها نجس، انتبه، مع أن لعابها نجس. وقلنا بأنها تشرب بمنقارها لا بلسانها. ليه؟ لأن منقارها عظم. الآن انظر القياس أين كان. السؤال الآن: عظم الميتة الخالي من الدسم ما حكمه؟ طاهر. فمن باب أولى أن يكون عظم الحي طاهرا، فقسنا عظم الحي على عظم الميت، فقلنا بأنه طاهر. وسباع الطير تشرب بمنقارها، تتناوله تناولا، فكان هذا الاستحسان مبنيا على ما؟ على القياس. فهمنا كيف؟ إذا الاستحسان، قال: بل هو أعم منه، الاستحسان أعم من القياس. فقد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون بالضرورة، وقد يكون بالقياس، إذا كان قياس آخر متبادرا، إذا كان قياسا آخر إيش متبادر؟ ظاهر جلي. ما هو القياس الثاني الذي قلنا نحن؟ العظم الحي، عظم الحي على عظم الميت، هذا يعني قياس جلي واضح. قال: وذلك أي الاستحسان خفي، وهو القياس، وهو أي القياس الخفي،
قال وذلك يعني الاستحسان خفي، وهو أي القياس الخفي المعبر عنه بالاستحسان، وهو أي القياس الخفي المعبر عنه بالاستحسان هو القياس الصحيح، وهو القياس الصحيح. واضح؟ وهو يعني القياس الخفي المعبر عنه بالاستحسان هو القياس الصحيح. في كل حالات يكون الاستحسان هو القياس الخفي، يعني إذا ثبت إذا كان يعني مبني على النص أو تمام، هو قياس خفي ليس بكل الأحوال. هلا لما بالنص ليس قياسا، تمام. إذا كان فقط مبني على القياس، كان قياسا خفيا، كان قياسا خفيا. لذلك ماذا قال لك الشيخ؟ الاستحسان هو أعم من القياس الذي حده العلماء في كتب الأصول. قال فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر، بالنسبة إلى ذلك المتبادر بكسر الدال. فثبت به أن مسمى الاستحسان، أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح. وذكرنا مسألة لها، مسألة منقار السباع. فثبت به أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح، ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه، باعتبار الشبه. قال الحقيقي، القياس الجلي، القياس الجلي. قال وبسبب كون القياس، وبسبب كون القياس المقابل، يعني وبسبب كون القياس المقابل، ما هو القياس المقابل؟ الجلي، أحسنت. وبسبب كون القياس المقابل هو القياس الجلي، ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان، ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان الذي هو القياس الخفي. معنى هذا الكلام يعني بسبب كون القياس، بسبب كون القياس هو الظاهر، والاستحسان، والاستحسان ما قابله، والاستحسان ما قابله، ماذا حصل؟ ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجود التلاوة للركوع. أعيد فأكرر معنى قوله وبسبب كون القياس المقابل، قلنا المراد بالقياس المقابل ما هو؟ القياس الجلي. وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان، يعني بسبب كون القياس هو الظاهر، بسبب كون القياس هو الظاهر والاستحسان ما قابله، ماذا حصل؟ ظن محمد بن سلمة أن السجدة الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة للركوع. يعني القياس الجلي هو دائما يكون علته ظاهرة، والقياس الخفي علته غير ظاهرة، خفية، إذا سمي قياسا خفيا. الاستحسان في أحد صوره سمي قياسا خفيا لأن علته غير واضحة، تحتاج التأمل. فكان القياس على قوله، على قول من؟ محمد بن سلمة، أن تقوم الصلبية. وفي الاستحسان لا تقوم، يعني أن لا تقوم الصلبية مقام السجدة التلاوية. لما؟ قال لأن السجدة الصلبية قائمة مقام نفسها، وما يقوم مقام نفسه لا يقوم مقام غيره. قال في الاستحسان لا تقوم، بل الركوع هو الذي يقوم مقام التلاوية بالاستحسان، بل الركوع هو الذي يقوم مقام التلاوية، يعني في الاستحسان، لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر،
أن تسقط السجود التلاوي بسجود التلاوي هذا أمر ظاهر، فكان هو القياس. أو السجود الصلبي، السجود التلاوية بالصلبية هذا واضح. وفي الاستحسان لا يجوز، يعني القياس ماذا؟ أن تسجد، أن تسقط التلاوية بالصلبية، يعني أن تقوم سجدة مقام سجدة هذا واضح، هذا قياس ظاهر. ولكن في الاستحسان لا يجوز. لما لا يجوز؟ قال لأن السجدة يعني الصلبية قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها. يعني في عندنا امتحان 10 طلاب من دولة واحدة، غاب 9 وجاء واحد قال أنا نائب مقام 10 طلاب، ما يصح هذا، أنت تقوم مقام نفسك ولا تقوم مقام غيرك. فالسجدة الصلبية تقوم مقام نفسها لا تقوم مقام غيرها، كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر. فصح أن القياس وهو الأمر الظاهر هنا، يعني في تأديت التلاوية بالصلبية في فصح أن القياس وهو الأمر الظاهر هنا، ما الذي ذكرناه قبل قليل، وهو جواز تأدية الصلبية عن التلاوية، فصح أن القياس مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها. قال فإن القياس يأبى الجواز لأنه الظاهر، فإن القياس يأبى الجواز لأنه الظاهر. لأن لما يأباه القياس؟ لأن فيه تأدية الواجب بغير صورته، بغير فعله. عندما تؤدي السجود بالركوع أديت الواجب بغير صورته. قال فإن القياس يأبى الجواز لأنه الظاهر. وفي الاستحسان يجوز أن يقوم الركوع مقام السجود. ليه؟ قال وهو الخفي، وهو القياس الخفي. فكان حينئذ من تقديم الاستحسان للقياس، يعني فكان حين إذ كان القياس ممنوع فكان حين إذ القياس يمنع قيام الركوع مقام السجود، الاستحسان ماذا يفعل؟ يجوزه. فكان حين إذ القياس يمنع قيام الركوع مقام السجود كان الاستحسان يجوزه. فكان حينئذ من تقديم الاستحسان للقياس. لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو القائم مقامها، مقام السجدة، كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب. فإنه قال، الإمام محمد قال: قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال الإمام محمد يعني: أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء، لأن كل ذلك يعني الركوع أو السجود فعل من أفعال الصلاة. وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد لأنه بالسجود يكون قد أدى الواجب بصورته ومعناه، وبالقياس نأخذ. هكذا قال الإمام محمد، هذا لفظ محمد. وجه القياس على ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما في الركوع والسجود واحد،
فكانا في حصول التعظيم بهما بالركوع والسجود جنسا واحدا. والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم وهم الأنبياء، وإما مخالفة لمن استكبر وهم الكفار، فكان الظاهر هو الجواز، يعني جواز قيام الركوع مقام السجود. هذا القياس، هذا وجه القياس على ما ذكره الإمام محمد. ووجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة المخصوصة. ما هو الاستحسان؟ عدم قيام الركوع مقام السجود، مقام السجود. ما هو وجهه؟ أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود، بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع، ثم نوى أن يسجد، يعني أن يكون الركوع هو السجدة، ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة، لا يجوز. قال ثم أخذوا بالقياس. نعم، أولا قلنا أن القيام سجدة مقام سجدة هذا يكون قياس. بطل هذا القياس بالاستحسان، لأن الاستحسان أن السجدة تقوم مقام نفسها لا تقوم مقام غيرها. وقلنا أن تقوم ركوع، هذا من فعل هذا؟ محمد بن سلمة، لأن هو بيّن لنا خطأ محمد بن سلمة، بيّن لنا خطأه حيث هو قال لا يقوم الركوع مقام السجود، سجود التلاوة. مثلا في قول محمد هو بيّن أن كأنني أرى مولانا. طيب خلينا نكمل القراءة. قال ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله، أخذوا بالقياس لقوة دليله، وذلك يعني الدليل القوي الذي اعتمده العلماء على القياس، لما روي عن ابن مسعود ابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة، ولم يروى عن غيرهما خلافه، فلذا قدم القياس، فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه، فإنه لا ترجيح للاستحسان الذي هو قياس خفي. لما لا يرجح؟ لأنه خفي. لما لا يرجح؟ لأنه لا خفي، لأنه خفي. ويقدم القياس لقوة دليله. قال فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره، بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني، إلى ما اقترن بهما من المعاني. يعني عندنا قياس خفي وهو استحسان، وعندنا قياس ظاهر، قياس ظاهر، فلا يقدم القياس الظاهر لأنه ظاهر ويؤخر الخفي لأنه خفي، ولا يقدم الخفي لأنه خفي ويؤخر الظاهر لأنه ظاهر. قال لا، إنما ينظر، تتتبع الجزئيات المحيطة بكل من هذين القياسين، فإذا ما تقوى واحد منهما لدى الفقيه المجتهد عمل به. هذا معنى قوله ولا، فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره، بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني. فمتى قوي الخفي أخذوا به، والظاهر يعني متى قوي الظاهر أخذوا به، غير أن استقراءهم، غير أن استقراءهم، استقراء من؟ استقراء الفقهاء، يعني غير أن استقراء الفقهاء، يعني غير أن تتبع الفقهاء للقرائن المحيطة بكل من الخفي والجلي، غير أن استقراءهم أوجب قلة قوة الظاهر، أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له، فلذا حصل، انتبه، غير أن استقراءهم يعني الفقهاء تتبعوا المسائل التي اعتمد فيها على القياس،
والتي قابلها القياس الظاهر والتي قابلها القياس الخفي، تتبعوها كلها. فنظروا من بعد أن تتبعوا الجزئي العلل والمعاني المتعلقة بالمسائل التي قيست، وتتبعوا المعاني عندما تتبعوا المعاني والعلل التي أحيطت بالمسائل التي اعتمدت على القياس الظاهر الجلي، وتتبعوا العلل والمعاني على المسائل المقابلة لها والتي هي القياس الخفي، القياس الخفي الذي الاستحسان، فظهر لهم من حيث الجملة أن المعاني والجزئيات المحيطة بالقياس الخفي الذي هو الاستحسان أقوى من المعاني المحيطة بالمعاني والعلل المحيطة بالقياس الظاهر، فخلصوا إلى قاعدة، ما هي؟ تقديم الاستحسان على القياس، إلا في مسائل محدودة كانت العلل والمعاني المحيطة بالقياس الظاهر أقوى من العلل المحيطة بالقياس الخفي، فقدموا القياس الظاهر على القياس الخفي الذي هو الاستحسان في مسائل معدودة، منها هذه المسألة. هذا ملخص آخر كلمتين قال الشيخ، قال فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره، بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني، فمتى قوي الخفي أخذ به والظاهر أخذ به، غير أن استقراءهم، فهمنا معنى قوله غير أن استقراءهم، أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر، كسر الدال، أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر الذي هو ماذا يسمى؟ الجلي، القياس الجلي بالنسبة إلى الخفي المعارض له. إذا لما كان عندنا مسائل عديدة كثيرة، مسائل مبنية على القياس الظاهر الجلي وعارضها قياس الخفي، فكيف نرجح؟ كما قلنا الفقهاء تتبعوا الجزئيات المحيطة بهذا والجزئيات المحيطة بهذا، فظهر لهم أن الجزئيات والعلل والمعاني المحيطة بالقياس الخفي أقوى من العلل والمرجحات المحيطة بالقياس الظاهر أو الجلي، فقالوا بتقديم الاستحسان على القياس كقاعدة عام، إلا في بعض المسائل بعد أن استقرأوها كذلك ظهر لهم أنه يخرج عن هذه القاعدة مسائل معدودة منها مسألة قيام الركوع مقام السجود في سجود التلاوة. قال فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في 14 موضعا تعرف في الأصول، هذا أحدها، وهو يعني تأدية سجود التلاوة بالركوع إذا كانت صلاتية. كذلك ذكروا، قال ولا حصر لمقابله الذي هو ماذا؟ تقديم الاستحسان على القياس، ولا حصر لمقابله. قالك في كتب الأصول وفي المطولات، لو رجعت إلى هذه المسألة مثلا في بعض كتب المطولات ربما تجدها مذكورة كلها. أنا ما فهمت المسألة، ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله، نحن قلنا أصلا في القياس لا يكون دليل، لكن والدليل هو يكون في الاستحسان، أنه يكون مثلا استحسان مبني على نص مثلا ويكون استحسان، لكن هو قال ثم أخذ بالقياس لقوة دليله، كيف يكون القياس؟ ما فهم. أعد سؤالك. أنا الآن أفكر في مسألة ثانية، في مسألة قدم فيها القياس على الاستحسان. نعم اسأل سؤالك أنت الآن. وقوله ثم أخذ بالقياس لقوة دليله، نعم الأصل في القياس لا يكون دليل، إذا جاء الدليل هو لا يكون أصلا قياسا،
لكن نحن نقول إذا جاء الدليل نحن نقول هذا استحسان مبني على النص مثل هذه الأشياء. كيف يقول بالقياس وهو لقوة دليله؟ انتبه علي. الأول شيء ذكر لك قبل أن نقول ثم أخذوا بالقياس، قال أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء، لأن كل ذلك صلاة. هذا هو القياس، قال أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء، يعني الركوع في ذلك والسجود سواء. ليه؟ قال لأن كل ذلك صلاة. هذا هو القياس، أن يكون الركوع والسجود سواء، لأن كل منهما جزء أو فعل من أفعال الصلاة. هذا هو القياس، فتقوى هذا القياس، هذا القياس الذي نحن ذكرناه الآن، جاء فقواه هذا النص. عرفت المسألة كيف كانت؟ على كل مولانا، هي المسألة في الواقع شائكة تحتاج إلى تدبر، يعني وكان الأولى بالشيخ أن لا يذكرها في كتاب المراقي. على كل، ارجع الآن أنت إلى البيت واقرأها بتدبر وتمعن، إن حصل لديك إشكال ما تسألني فإن شاء الله أجيبك. إن هذا المبحث مولانا هام، هو هام ذكرنا الآن عدة مسائل، أهم هذه المسائل معنى أن الاستحسان، هو أعم من القياس، المحدود المذكور في كتب الأصول. المسألة الثانية الهامة جدا، وهي كيف العلماء قدموا الاستحسان على القياس. ذكرنا هذا كذلك، والشيخ بينته لكم بالتفصيل. وذكرنا كذلك أن هناك مسائل قدم فيها القياس على الاستحسان، ولكنها مسائل هذه محصورة. ارجع واقرأها، أي إن شاء الله تصبح واضحة بالنسبة لك، لا خفاء فيها. قال ولو سمع آية السجدة من إمام فلم يأتم به أصلا، أو ائتم به في ركعة أخرى، غير التي تلا الآية فيها، وسجد لها الإمام، يعني الإمام أنا كنت خارج الصلاة، الإمام قرأ آية السجدة، ثم سجدها، وبعد أن سجدها اقتديت به، يعني أنا لم أسجدها معه، قال لم يأتم به أصلا، أو ائتم به بعد أن سجدها الإمام. قال سجد السامع سجودا خارج الصلاة، لما؟ قال لتحقق السبب، وهو التلاوة الملزمة، هل هناك تلاوة غير ملزمة؟ نعم، من نائم، لأنه مر معنا في الدرس السابق أن شرط وجوب السجود السماع من تلاوة صحيحة، وعلى خلاف في سيأتي معنا أظن أنه هل يجب السجود بقراءة نائم أو لا يجب، على خلاف في ذلك، مر معنا في الدرس السابق قال وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب. وقلنا في تفصيل هذه المسألة في الدرس السابق أن السبب التلاوة هي السبب التلاوي على من؟ على التالي،
وسببها التلاوة مع السماع بشرط السماع على السامع. وقوله في الأظهر متعلق بالمسألة الأخيرة، متعلق في المسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع، وللصلاة عن الزائد. قال سجد السامع سجودا خارج الصلاة في الأظهر. هنا قال متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها، يعني صونا لمن؟ لأي شيء؟ لسجد التلاوة. لو تركها، لو تركها لم يسجد فهو ينساها. وللصلاة عن الزائد، يعني لو أنه سجد، لو أنه سجد في الصلاة، لو أنه سجد في الصلاة، يعني لو أن مثلا كما قلنا أنا سمعت من الإمام زيد أنه قرأ آية السجدة اقتديت به بعد أن سجدها، بعد أن سجدها، فسجدتها في الصلاة، أكون قد أتيت بالصلاة بسجدة زائدة، وعلي أن أعيد سجدة التلاوة بعد الانتهاء من الصلاة. هذه السجدة غير صحيحة. وضياعه يعني أنه يسقط عنه؟ لا لا، صونا لها عن الضياع لو أنه تركها ولم يسجدها، صونا لها لسجود التلاوة، لو تركها سينساها. قال وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها بناء على أنها صلوية، وهذا غير معتمد. المعتمد أنها لا تسقط عنه، المعتمد أنها لا تسقط عنه، اقتدى به في غير ركعتها، لا في غير، في غير ضروري كلمة غير، لأنه لو اقتدى به في ركعتها كان يسجد معه. قال وإن اتم السامع قبل سجود إمامه لها سجد معه لوجود السبب وعدم المانع. ما هو السبب؟ السماع، التلاوة بشرط السماع. فإن اقتدى السامع به أي بالإمام بعد سجودها وكان اقتداؤه في ركعتها صار السامع مدركا لها أي للسجدة حكما بإدراكه ركعتها، بإدراكه ركعتها. إيه نعم، فصار كمن أدرك الإمام، كمن أدرك الإمام في ركوع الثالثة في الوتر، يكون أدرك دعاء القنوت حكما، فلما يأتي بالركعة في آخر الصلاة لا يأتي بدعاء القنوت، يكون مدركا للقنوت حكما. كذلك هنا قال صار مدركا لها حكما بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما فلا يسجدها أصلا باتفاق الروايات، يعني لا يسجدها أصلا لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام ولا بعد فراغه منها، بعد فراغ الإمام منها. لما؟ لأنها صلاتية لا تقضى خارج الصلاة. قال ولم تقضى الصلاتية خارجها، ولم تقضى الصلاتية خارجها، قال ولم تقضى الصلاتية خارجها، نفهم من هذا أنها تقضى أيوة داخل الصلاة، وذكرنا هذا تفصيلا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون. قال ولم تقضى الصلاتية خارجها لأن لها مزية، لأن لها مزية فلا تتأدى بناقص، أي لها مزية الصلاة، الصلاتية لها مزية كونها قرئت في الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارج الصلاة، لأن سجودها خارج الصلاة أنقص من سجودها في الصلاة فلا تقضى خارج الصلاة.
يكون أدى الكامل في الناقص تقريبا يعني بهذا المعنى. قال فلا تتأدى بناقص وعليه التوبة لإثمه. بتعمد تركها كالجمعة. ما علاقة الجمعة في المسألة؟ انتبه علي. أذن الظهر الآن، أذن الظهر الآن يوم الجمعة، ماذا وجب علينا؟ صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة. صعد الخطيب المنبر وبدأ يخطو ويخطو ويخطو قبيل أذان العصر بخمس دقائق، انتبه الناس كلهم نيام ناموا، فانتبه الخطيب فنزل لصلاة الجمعة وهو عم يقرأ الفاتحة. أذان العصر، أذان العصر، ما الحكم؟ يتمها ظهرا، يتمها ظهرا، يتمها ظهرا ولا يتمها جمعة. ليه؟ لأن شرط صحة الجمعة أن تؤدى في الوقت، أن تؤدى في الوقت. فلما خرج وقتها أداها، أدى الظهر، ولا نقول يؤدي يقضي الجمعة، الجمعة لا تقضى لذهاب وقتها، لذهاب وقتها. ويأثم الخطيب وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل. وكذلك الصلاتية، وكذلك الصلاتية من شرطها إيقاعها في الصلاة، فإذا تركها حتى انتهت الصلاة يكون قد خرج وقتها كما خرج وقت الجمعة، فلا تقضى الجمعة كذلك لا تقضى الصلاتية. هذا معنى قوله كالجمعة. قال لإثمه بتعمد تركها كالجمعة. قال فوائد الشرط: إذا لم تفسد الصلاة بغير حيض ونفاس، بغير حيض ونفاس. فإذا فسدت به، به بأي شيء؟ أيوة، بغير الحيض والنفاس، وليس بالحيض والنفاس. فإذا فسدت بغير الحيض والنفاس فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة. يعني أنت الآن تصلي، قرأت آية السجدة، وقبل القعود الأخير بطلت صلاتك، بطلت صلاتك، ما الحكم؟ كل الصلاة بطلت وبقيت فقط السجدة، فتأتي بها، تأتي بها، لا مانع أن تأتي بها خارج الصلاة، لم تبقى صلاتية، لم تبقى صلاتية. قال فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة فلم تكن صلوية. ولو أداها فيها، ولو أداها فيها، يعني أتى بسجود التلاوة في الصلاة ثم فسدت، لا يعيد السجدة، لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة، وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه. المفسد، أنت الآن تصلي الظهر، صليت الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة خرج منك ريح، خرج منك ريح، ما الذي بطل؟ الجزء من الصلاة المقارن لخروج الريح، الجزء المقارن لخروج الريح، فلا تستطيع أن تبني عليه غيره، فلا تبني. وهذا كذلك هنا، انظر القياس هنا، لو أنه سبقني حدث، لو سبقني حدث، ما الحكم؟ تبطل صلاتي، لا يصح أن أبني عليها لفساد الجزء الذي حصل فيه الناقض. ولكن الاستحسان ما هو؟ جائز. هذا استحسان مبني على ماذا؟ على نص، مبني على نص، هذا الاستحسان مبني على نص،
لذلك ماذا قال الفقهاء؟ لو كان ساجدا وسبقه الحدث يرفع رأسه بنية إصلاح الصلاة لا بنية إتمام الركن، ولو رفعه بنية إتمام الركن تبطل صلاته. ليه؟ لأن هذا الجزء أداه بغير طهارة، فالذي يبطل ما هو؟ الجزء المقارن للحدث. فلا نستطيع أن نبني، يعني أعطيك مثال الآن، هذا بناء، هذا الآن بناء أردنا أن نشيده، فلما وصلنا إلى منتصف الجدران، إلى منتصف الجدران تركنا 10 سنتي هكذا مثلا 50 سنتي وردنا أن نبني فوقها، هذا مستحيل، هذا هواء، كيف تبني عليه؟ لا يبنى عليه. وكذلك الصلاة، فالصلاة كلها تنهار، وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه. والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض، يعني لو أثناء الصلاة حاضت وكانت قد قرأت آية السجدة تسقط عنها الصلاة، فمن باب أولى أن تسقط عنها، أن يسقط عنها ما هو جزء من أجزاء الصلاة، سجود التلاوة. والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة، وفي حكمها النفس. قال ولو تلا آية خارج الصلاة، ولو تلا آية، وكذا لو سمعها، وكذا لو سمع آية السجدة خارج الصلاة من غيره، ولو تلا آية خارج الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة، ثم دخل في الصلاة وأعاد تلاوتها فيها، يعني في الصلاة في مجلسه، أنت الآن في هذا المجلس قرأت آية السجدة ثم قمت وصليت وأعدت آية السجدة، أنت في هذا المجلس كنت جالسا، جاء إنسان وقرأ أمامك صحيفة قرآن فيها آية السجدة، قمت فصليت فقرأت أنت نفس، قرأت نفس الآية التي سمعتها. قالوا أعاد تلاوتها فيها، أي في الصلاة في مجلسه، سجد سجدة أخرى لعدم تبعيتها، يعني لعدم تبعية الصلاتية للخارجية، لعدم تبعيتها، لعدم تبعية الصلاتية للخارجية، لقوة الصلوية، يعني الصلاتية أقوى من الخارجية، بل الأصل أن تكون الخارجية هي التابعة للصلاتية. سيأتي معنا التفصيل. قال سجد أخرى، قال وإن لم يسجد أولا، عرفت؟ جاء جوابك. سؤالي كان آخر. طيب انتظر قليلا، سيأتي إن شاء الله، سيأتي. غير موجود؟ أنت محضر الدرس قبل أن تأتي؟ حضرت الدرس؟ جيد، إذا كنت حضرت الدرس جيد. قال وإن لم يسجد أولا حين تلا، وإن لم يسجد أولا حين تلا، أو سمع خارج الصلاة، أو سمع خارج الصلاة كفته سجدة واحدة وهي الصلاتية عن التلاوتين، وهي الصلاتية عن التلاوتين، قال لقوتها، لقوة ماذا؟ الصلاتية، فتجعل الخارجية تبعا لها، تبعا لها. لذلك لو لم يسجد للصلاتية، لو لم يسجد للصلاتية، انتبه الآن، قرأت أنا آية السجدة في هذا المكان ثم قمت بنفس المكان وصليت وقرأت نفس الآية، كم سجود عندي؟ سجود واحد، أسجد في الصلاة، صلاة الخارجية تابعة للصلاتية، فلو أنني صليت وقرأت آية السجدة التي قرأتها في خارج الصلاة ولم أسجد في الصلاة، سلمت ولم أسجد، ماذا يجب علي؟ لا يجب علي شيء، تسقط السجدة الخارجية لكونها صارت تابعة للصلاتية، والصلاتية لا تقضى فلا تؤدى الخارجية. عرفنا؟ عليه إثم طبعا، يأثم بذلك.
الإثمان وإثم واحد هذا الله أعلم عليه إثم عليه إثم نسأل الله السلامة. فهمنا تفصيل الآن ماذا ارتبط بقوله صارت تبعا للصلاتية، يعني لو لم يؤدي الصلاتية في الصلاة لا يصلي الخارجية سقطت. قال ولو وإن لم يسجد أولا حين تلا أو سمع خارج الصلاة كفته سجدة واحدة وهي الصلاتية عن التلاوتين لقوتها، لقوة الصلاتية. قال في ظاهر الرواية، في ظاهر الرواية لما قال في ظاهر الرواية عندنا هناك روايات أخرى، رواية النوادر يقول قال يسجد للصلاتية وبعد الصلاتية يأتي بالخارجية، يسجد للخارجية. ليه؟ ما دليلهم على ذلك؟ قال الدليل على ذلك أن السابق لا يكون تابعا للاحق، بل اللاحق هو الذي يكون تابعا للسابق. قال وإذا تبدل المجلس، وإذا تبدل المجلس بنحو أكل، بنحو أكل، أكل لقمة، لقمتين فأكثر، لقمتين فأكثر، أو أكثر من لقمتين، أكثر من كما سيأتي معنا، أكثر من لقمتين أكثر، أما لقمة أو لقمتين لا تعتبر فاصلا. قال وإذا تبدل المجلس بنحو أكل، يعني كالمشي مثلا، المشي هو مثل الأكل، لزم سجدتان، يعني قرأ هنا ثم مشى خطوتين ثلاث، أو أكل لقمة ثلاث لقم ثم قام فصلى وقرأ نفس الآية، في مجلسه أكل ثلاث لقم إن صح التعبير، ثم قام فصلى، ما الحكم؟ وجب عليه سجدتان. قال وكذا إذا سجد في الصلاة ثم أعادها، أعاد الآية يعني نفسها بعد سلامه، يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية، لعدم بقاء الصلوية حكما، لعدم بقاء الصلوية حكما. الله. بل المتلوة في الصلاة، المتلوة في الصلاة غير موجودة لا حقيقة ولا حكما، ولا حكما. نعم. لذلك لا تستتبع الصلاتية ما جاء بعدها. لما؟ لأن الموجود هو الذي يستتبع غيره، والصلاتية غير موجودة، فلما كانت الصلاتية غير موجودة كانت لا تستتبع غيرها. قال لعدم بقاء الصلوية حكما كمن كررها، أي الآية الواحدة في مجلس واحد، كمن كرر الآية الواحدة في مجلس واحد حيث تكفيه سجدة واحدة. في مجلس واحد، يعني أعطيك الآن سؤال، عندنا سؤال الآن، فلان زيد قاعد قرأ آية السجدة، فجأة هو شيخ يعني يحفظ الطلاب قرآن، قرأ آية السجدة فجاء أحد طلابه وقرأ عليه نفس الصحيفة التي فيها هذه الآية، ثم ذهب، ثم جاء الثاني فقرأ نفس الصحيفة سمعها له، ثم جاء رابع وخامس وسادس وسابع وعاشر، عشر مرات، كم سجدة يجب عليه؟ واحدة. إذا لا يلتفت للمكرر وإنما النظر للمكرر، إذا اختلف المكرر وجب السجود، أما المكرر لا يختلف، لا, 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 لا يؤدي إلى تعداد الوجوب. قال كمن كررها في مجلس واحد حيث تكفيه سجدة واحدة، سواء كانت ابتداء التلاوة، سواء كانت ابتداء التلاوة أو أثناءها أو بعدها. يعني الآن أنت قرأت آية السجدة، أم تحفظ آية السجدة في سورة مريم طويلة، تحفظها الآن، أنت قرأتها مرتين ثلاثة ثم قمت فسجدت،
ثم قرأتها 10 مرات، هنا كان السجود في أثناء القراءة، أو قرأتها أول مرة فسجدت، فسجدت ثم قرأتها 10 مرات، فلما قرأتها سجدتها بعد أول مرة نكون السجود في ابتداء التلاوة. لما قرأت 4 مرات ثم سجدت ثم قرأت 4 مرات أخرى يكون السجود في أثنائها. بعد أن قرأت 10 مرات سجدت ولم تسجد لا في ابتدائها ولا في أثنائها، ما الحكم؟ واحد، سواء سجدت في أول القراءة تلاوة أو في أثنائها أو في آخرها يجب عليك سجود واحد. طبعا في مجلس واحد سيأتي معنا إذا تكرر المجلس يختلف الحكم. قال سواء كانت، يعني سواء كان أداء السجدة سجدة التلاوة ابتداء التلاوة، يعني في ابتداء التلاوة أو في أثنائها أو بعدها للتداخل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأها على أصحابه مرارا ويسجد مرة، وهذا تداخل في السبب، وهذا تداخل في السبب. ما هو سبب التلاوة؟ فتكرار التلاوة للآية نفسها تكرار للسبب، فتعتبر هذه الأسباب سببا واحدا. فماذا يعني بالتداخل؟ اعتبار مجموعة الأسباب سببا واحدا. التداخل في السبب هو أن تعتبر أن جميع الأسباب سببا واحدا. قال وهذا تداخل في السبب للحكم. ما هو الحكم؟ السجود. فلما تداخلت الأسباب اعتبرنا 10 أسباب سببا واحدا، ماذا ينجم عنه؟ حكم واحد، حكم واحد. وهذا ليس من باب التداخل. ما هو سؤالك شيخ عبد الله؟ مش الحال أجبتك عنه؟ الحمد لله. قال وهذا تداخل في السبب للحكم. قال فتنوب عما قبلها، لما كان تداخلا في السبب تنوم السجدة التي سجدتها عما قبلها وعما بعدها، لأن التداخل في الأسباب أليق بالعبادات، أليق بالعبادات، التداخل في الأسباب أليق بالعبادات. كيف أليق بالعبادات؟ انتبه علي، لما كان تداخل بالأسباب أليق في العبادات. لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. عندنا تداخل بالأحكام، تداخل في الحكم يجعل الأحكام حكم واحد، وعندنا تداخل في الأسباب جعل الأسباب سببا واحدا. فقال التداخل بالأسباب أليق بالعبادات، أليق بالعبادات. لما لم يكن تداخل في الحكم؟ لما لم نقل مثلا، لما لم نقل الحكم واحد؟ يعني سجد 10 أسباب أعطينا 10 أحكام سجود جعلناها حكما واحدا، ما الفرق؟ انظر دقة الفرق. لأول وهلة تقول لا فرق، أنت جمعنا الأسباب أعطيناها حكما، فرقنا الأسباب جمعنا الأحكام حكما واحدا، هل هناك فرقون؟ هناك فرق هام. انتبه، عندنا 10 أسباب، كم حكم عندنا؟ 10 أحكام. فإذا جمعنا الأسباب صار عندنا حكم واحد، وهذا أليق بالعبادات. ليه؟ لأن مبنى العبادات على الاحتياط، مبنى العبادات على الاحتياط. فلو قلنا نبقي الأسباب متفرقة ونجمع الأحكام، كل سبب له حكم، وجوب السجود، وجوب السجود 10 وجوبات جمعناها صار حكما واحدا، ماذا بقي عندنا؟ 9 أسباب معطل أحكامها، فأكون قد أتيت بسجدة واحدة وبقي في ذمة أسباب بلا أحكام. ومبنى العبادات على ماذا؟ على الاحتياط. فالاحتياط بقاء سبب بلا حكم، أم بقاء حكما بلا سبب؟ بقاء حكما بلا سبب، واضح؟ فجمعنا الأسباب وجعلناها حكما واحدا، وإلا لو جمعنا الأحكام وأبقينا السبب، أنت أتيت بالسبب ولم تأتي بما وجب عليك السجود، واضح؟ فهنا جمع الأسباب أولى من جمع الحكم،
في باب العبادة. أما في باب العقوبات جمع الأحكام أولى، سيأتي معنا. قال: والتداخل في الحكم يعني هو جعل والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق، التداخل في الحكم هو أن تجعل الأسباب المتعددة، انتبه علي، التداخل في الحكم تجعل أسبابا متعددة موجبة لحكم واحد مع بقاء تعددها، أسباب متعددة موجبة لحكم واحد مع بقاء تعددها، لذا قالوا لا يلحق المتأخر بالمتقدم. التداخل في الحكم هو أن تجعل الأسباب المتعددة موجبة حكما واحدا مع بقاء ماذا؟ التعدد. لما قلنا مع بقاء التعدد؟ لمنع إلحاق المتأخر بالمتقدم. أعطيك مثال: فلان زنى 100 مرة ثم ألقي القبض عليه، كم مرة يجلان؟ مرة واحدة. ما الذي تداخل هنا الآن؟ تداخل الحكم. طيب الآن بقي عندنا 99، هذه 99 سبب أضيفت إلى عفو الله عز وجل، أضيفت إلى ماذا؟ إلى عفو الله تبارك وتعالى. ونحن قلنا مع بقاء ماذا؟ التعدد، لذا لا يلحق المتأخر بالمتقدم. فلو حد ثم زنى يحد مرة ثانية، لا نقول الأحكام تتداخل. أما تداخل الأسباب، سجد ثم تلا لا يجب عليه السجود، لأن الأسباب صارت واحدة. أما في التداخل في الحكم تبقى الأسباب متعددة. فهمنا الفرق الآن أحبابنا بين التداخل في الحكم والتداخل في السبب أو الأسباب. قال: والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق للاحق، وهو أليق بالعقوبات. فالحد بعد الشرب، شرب الخمر أو الزنا مرارا، كاف للمرات المتقدمة. وإذا عاد بعد أن حد، أنت معنا أكيد إن شاء الله تعالى، وإذا عاد يعاد عليه، لأنه للزجر ولم ينزجر بالأول. قال: لا في مجلسين، يعني كمن كرر الآية الواحدة في مجلس واحد، لا في مجلسين، إذا كررها في مجلسين يجب عليه سجودان لعدم ما يقتضي التداخل. قال: ويتبدل المجلس بالانتقال منه، ويتبدل المجلس بالانتقال منه بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق، في الصحراء والطريق. الله، لما قال في الصحراء والطريق؟ قال في الصحراء والطريق لأنه لو مشى 3 خطوات في بيت صغير كما سيأتي معنا، أو في مسجد كبير، في مسجد كبير لا يضر. نعم. الله. لأن المسجد بقعة واحدة، والبيت الصغير كذلك بقعة واحدة، بيت صغير. والبيت الصغير حده بعض الفقهاء بأنه ما دون 10 أذرع بعشرة أذرع، غرفة يعني تقريبا 5 أمتار بخمسة أمتار. أظن الشيخ الشرمبولالي ذكر هذا الكلام في أي كتاب قرأ، والله ما بذهني الآن أين قرأته. مر معنا هذا في المراقي؟ هذا في ذات الكتاب، مر في المراقي. الحدث كان أيوة.
أحسنت، عند مبحث كشف العورة. أيوة تمام أحسنت ما شاء الله. أيوة حيث يجرد زوجته، أحسنت، هذه ذلك بقيت هذه المعلومة في ذهنك. نعم. هنا عندنا تفصيل في هذه المسألة أحبابنا، يعني تفصيل هام، ونبه على هذا التفصيل الشيخ ابن عابدين، ذكر فيه كلاما طويلا حول البيت الصغير، حول البيت الصغير. سيأتي معنا، انتبه علي، انتبه إلي، سيأتي معنا الآن أنه كما قال قد ينتقل يتبدل المجلس بالانتقال، ابقى معي لا تقرأ في الكتاب، يتبدل المجلس بالانتقال منه ولو كان مسديا، ولو كان مسديا، ولو كان مسديا. قال ثلاث خطوات أو أربع خطوات أو ثلاث خطوات. سيأتي معنا الآن أن في البيت الصغير، في البيت الصغير لو مشى ثلاث خطوات أو أربع خطوات أو عشر خطوات لا يضر، وعليه وعليه لو كان التسدية، التسدية في البيت الصغير، في البيت الصغير لا ينبغي أن تبطل الصلاة، أن تبطل، أن يجب أن يتكرر الوجوب، لا ينبغي أن يتكرر الوجوب، لأن التسدية كانت في بيت صغير، التسدية كانت في بيت صغير. نعم. وذكر الشيخ ابن عابدين رحمه الله كلام صاحب حلبة المجلي الحلبي، ذكر كلام وقال يقتضي عليه أنه الظاهر فيه أنه لا يجب، لا يتكرر السجود لو كانت التسدية كانت في بيت صغير. ثم تعقبهم بعد ذلك الشيخ ابن عابدين فقال الظاهر، ظاهر إطلاق الفقهاء خلاف ما نقله الشيخ الحلبي في كتاب حلبة المجلي. نعم. ثم قال الشيخ بعد ما ذكر كلاما، يعني يأتي بأقوال ويستدل لها ثم يرد عليها، قال في آخر الكلام، قال الحاصل أن ما له حكم المكان الواحد، الحاصل، حاصل المسألة كلها، أن ما له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه بأكثر من ثلاث خطوات ما لم يقترن بعمل أجنبي، ما لم يقترن بعمل أجنبي يعد في العرف قاطعا لما قبله كالدياسة، هذا عمل أجنبي وهو قاطع لما قبله، وكالتستوى، كالتسدية كذلك، التسدية عمل أجنبي. الدياسة، ما تعرف الدياسة أنت؟ الدياسة عندما يكون عندنا قمح، قمح آخر المحصول بالسين، الدياسة وليس بما أنت سمعتها بالثاء، الدياسة بالسين، ما أقول الثناسة، ما لدي الدياسة، أقول المستقيم، المستقيم. نعم. قال ففين الدياسة إيش يعني؟ فصل الحب عن القشر. طيب. قال فهذه أعمال أجنبية تفصل التلاوة الأولى عن التلاوة الثانية فيتكرر، فيجب التكرار السجود مرتان ثانية. قال بخلاف مجرد المشي، بخلاف مجرد المشي من غير عمل، قال لا يعد فاصلا، وذكر كلاما كثيرا بعد ذلك في هذا المبحث بالذات. إذن البيت الصغير أو في المسجد، المسجد الكبير، المسجد الكبير. قال ويتبدل المجلس بالانتقال منه بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق ولو كان مسديا، ولو كان مسديا في الأصح، بأن يذهب. ما هو، ما هي التسدية؟ أول شيء في عندنا السدى، في عندنا السدى كما سيأتي معنا، وعندنا اللحمة. السدى جمعها أسدية وأسداء، أسداء. نعم. وهي الخيوط الممتدة، انتبه على الآن عندنا هذا يسمى نول، يسمى نول. لما كانوا يريدون صناعة الثياب في الماضي ربما يقومون يأتون إلى الجدار ويضعون عليه بسامير أو خشب هكذا، يثبتونها بالجدار بشكل دائم ويطرقون عليها بسامير،
ملاصقة لبعضها، ملاصقة جدا لبعضها. ثم يأتون مترين ثلاث أربع خمس أمتار يبعدون عنه هكذا، ويضعون أعمدة خشب، ويضعون كذلك بشكل عرضي خشب أخرى كذلك فيها ثقوب أو مسامير أو شيء آخر يعني. فالتسدية هو يأتي هذا الرجل ويربط الخيط في القسم الأول هنا، ثم يمشي فيربطه كذلك هنا، ثم يقوم بإدخاله بالبسمار الآخر أو بالثقب الثاني ويأتي به إلى هنا، يمشي أربعة أمتار خمس حسب طول الثوب، عشرة أمتار عشرين متر، وهكذا حتى ينتهي من هذه الخيوط أو هذه الحبال يجمعها. هذه تسمى ماذا؟ أسدية، تسمى أسداء أو أسدية. هذا يحتاج إلى مشي خطوات، قد يكون الثوب طوله 20 متر 10 أمتار الذي هو. أما اللحمة هو يأتي بخيط موجود برأسه قطعة خشب هكذا بمحدبة بشكل يعني مدقق، ويقوم بإدخالها هكذا بين الخيوط، ثم يخرجها من هنا ثم يدخلها بالعكس هكذا. هذا معروف لديكم أنت في صناعة السجاد وغير ذلك. ويأتي بعد ذلك بتلك الخشب الموجودة في المنتصف ويقوم بضغطه، فكلما دق الخيط كان الثوب ناعش رقيقا، وكلما غلظ كان الثوب غليظا. فالآن المسدي، فعرفنا إيش عن المسدي الآن. فهذا المسدي يمشي 10 خطوات 20 خطوة حسب طول الثوب. فقال يتبدل المجلس بالتسدية، يتبدل المجلس بالتسدية. قال ولو كان مسديا في الصحيح أو في الأصح بأن يذهب وبيده السدى بفتح السين، السدى السدى مفرد، الجمع أسدية وأسداء، ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض، للذي يدير دولابا يسمى دوارة يلقي عليه السدى وهو جالس أو قائم أو قائم أو قائم بمحل. يعني لو كان على فرض هذه التسدية يستطيع أن يؤديها وهو واقف في مكان واحد، قائم في مكان واحد، قال لا يعتبر متبدلا للمجلس. فلو تلا آية السجدة 10 مرات لا يعتبر متبدلا. ولكن هنا الآن نذكر كلام من؟ كلام ابن عابدين، قال لا يعتبر متبدلا ما لم يأتي بعمل أجنبي، والتسدية عمل أجنبي. ما هو الكلام؟ ذكر ابن عابدين كذلك، قال إلا أن يقال بأنه الآن هو كان وقوفه لا للتسدية بل للقراءة. فإن كان وقوفه لأجل القراءة وجاءت التسدية عارضة لا يؤدي ذلك إلى فصل المجلس. أما إذا جاءت القراءة عارضة وكان الوقوف لأجل التسدية كان ينبغي أن يكون هذا العمل فاصلا، بناء على ظاهر ما ذكره الفقهاء، لأن هذا عمل أجنبي فصل بين تلاوتين. والمسألة فيها خلاف كما قلت لكم. فالشيخ الشرنبولالي اختار في المسألة أن الذي يوجب التكرار هو الانتقال فقط، أما لو لم ينتقل لا يجب عليه، لو لم ينتقل لا يجب عليه ما دام واقفا ماكثا في موقفه في مكانه. قال ويتبدل المجلس نعم كلما ذهب ورجع، ذهب تبدل، رجع تبدل، وهكذا. ويتبدل المجلس بالانتقال من غصن شجرة إلى غصن منها. يعني إنسان طبيعته شجرية أراد أن يقرأ القرآن على الأشجار، أو قردية طبيعته استغفر الله، فصار قرأ القرآن هنا أجل السجدة ثم انتقل إلى غصن آخر ثم انتقل إلى غصن ثالث وهكذا. ما الحكم؟ يتبدل المجلس، لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال يتمدد المجلس بالانتقال من غصن شجرة إلى غصن منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح. ويتبدل المجلس في عوم أي سباحة في نهر أو سباحة في حوض كبير ودياسة ودور حول الرحى الطاحون يعني لاختلاف المجلس. وقوله في الأصح يرجع إلى المسائل كلها. قال ولا يتبدل مجلس السماع والتلاوة بزوايا البيت الصغير ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا المسجد ولو كان كبيرا. يعني مشيت أنت على طول المسجد المسجد النبوي المسجد النبوي ذهبت من أوله لآخره لا يضر. قرأت آية السجدة هناك ثم قرأتها في آخره لا يضر هالمسجد كله. قال ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا المسجد ولو كان كبيرا. لما؟ قال صحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه. ولا يتبدل مجلس التلاوة والسماع بسير سفينة بسير سفينة كما لو كانت كما لو أن السفينة كانت واقفة. الحكم واحد لأن سير السفينة ليس مضافا لمن هو موجود فيها وإنما هو مضاف لنفسها. قال ولا يتبدل بركعة ولا يتبدل المجلس بركعة تكررت فيها التلاوة اتفاقا. بالنافلة هذا يظهر بالنافلة أنت في النافلة قرأت آية السجدة أربع مرات أربع مرات يجب عليك السجود واحد. وداخل السفينة مولانا كغرفة صغيرة لا مثلا سفينة كبير مثلا ثلاثة دور نعم كل غرفة مكان كل غرفة. يعني أنت الآن حكم حكم البر حكم حكم كما لو كانت واقفة. قال ولا يتبدل بركعة تكررت فيها التلاوة اتفاقا ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف. يعني قرأت أنت في الركعة الأولى آية السجدة وفي الركعة الثانية أعدتها وقرأتها بعينها ما الحكم؟ قال أبو يوسف لا يتبدل يجب عليك سجود واحد وهذا هو الأصح المعتمد. قال الشيخ أبو يوسف رحمه الله قال أن تحريمة الصلاة تجمع الأمكنة المتعددة فتجعلها مكانا واحدا. يعني الأصل أن كل ركعة مكان الأصل أن كل ركعة مكان ولكن التحريمة ماذا فعلت؟ جمعت الأمكنة وجعلتها مكانا واحدا وجعلتها مكانا واحدا. قال ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف قلنا ما هو المعتمد خلافا لمحمد. قال وكذا الخلاف بين أبي يوسف والإمام محمد في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه. على فرض لو أن في الشفع الثاني في الركعة الثالثة والرابعة من الفرض قرأ آية السجدة التي قرأها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ما الحكم؟ وجب عليه السجود مرة ثانية عند محمد ولم يجب عند الإمام أبي يوسف. أي لا يتبدل عند أبي يوسف المجلس لأن التحريمة جمعت الأماكن المتعددة هذه جعلتها مكانا واحدا. قال بتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا بالاتفاق. هذا أنت الآن تصلي الظهر السنة القبلية أربع ركعات قرأتها في الركعة الأولى الفاتحة مع آية السجدة مع آية السجدة ثم قرأتها في الركعة الثانية نفس الآية في الركعة الثانية وجب السجود مرة ثانية عند محمد لم يجب عند أبي يوسف. أما في الركعة الثالثة إذا قرأتها نفسها وجب عند أبي حنيف عند أبي يوسف وعند الإمام محمد. ليه؟ لأن كل ركعتين صلاة على حدة في النافلة. قال وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا. قال ولا يتبدل بشرب شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين في الصحراء بخلاف الأكثر منها ولا باتكاء وقعود وقيام بدون مشي في الصحراء وركوب ونزول كائن وركوب ونزول كائن في محل تلاوته. يعني ركب هنا كان راكبا ونزل في المكان الذي تلا فيه أو كان نازلا وركب
في المكان الذي كان نازلا قرأ آية السجدة ثم سجد ثم ركب في نفس المكان وأعادها، لا يجب عليه السجود مرة ثانية. أو كان راكبا قرأ آية السجدة أتى بها وهو راكب ثم نزل في نفس المكان وأعاد الآية، لا يجب عليه السجود مرتان ثانية. وركوبا ونزولا كائنا في محل تلاوته كما في الخانية، ولا يتبدل المجلس بسير دابته، ولا يتبدل المجلس بسير دابته إذا كررها مصليا لجعل المجلس متحدا، ضرورة لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة ضرورة. ولا يتبدل، انتبه الكلام، أيوة، قال ولا يتبدل المجلس بسير دابته إذا كررها مصليا. أما إذا كررها وهو غير مصلي، أيوة يتكرر، أما الآن أصلي نافلة على الدابة فكررتها في الصلاة، قال لا يتبدل المجلس ضرورة صحة الصلاة، لأننا لو قلنا تكرر يتبدل المجلس لقلنا بأن الصلاة أديت في مجالس متعددة فتبطل صلاته، فقلنا إذن لا يكررها لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة. أما لو كررها وهو لا يصلي راكب على دابته وراد أن يكرر هذه الآية، كررها مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة، يجب عليه السجود لكل مرة. لما؟ قال لأن سير الدابة مضاف إليه، سير هو الذي يقودها، هو الذي يقود هذه الدابة. ولكن هل فيه خلاف كذلك بين إمام محمد وأبي يوسف؟ لا أدري، لو فيه خلاف ذكره الشيخ. مثلا مثل الأول مثلا في ركعة أول قرأ مثلا هذا سير دابة، وفي ركعة الثانية كرر هذا. طبعا هنا النافلة، هنا النافلة لو قرأها نفس الحكم يجري، يعني لو قرأها في الركعة تكرر الآية في ركعتين وجب عند محمد مرتين، عند أبي يوسف مرة واحدة. قال ويتكرر الوجوب على السامع بتبدل مجلسه. كم صار لنا نقرأ؟ أنا أريد أن أنهي البحث، أنا حاط واضح نقرأ أنا أريد أن ننهي البحث إن شاء الله. قال ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه، والحال أنه قد اتحد مجلس التالي. يتكرر الوجوب على السامع، يتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه، مجلس السامع يعني. قال والحال أنه قد اتحد مجلس التالي، زيد يقرأ وأنا أسمع بجانبه، قمت سمعت آية السجدة قمت ثم لما رجعت أعادها مرة ثانية، وجب علي سجدتان وعليه هو مرة واحدة. كان سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها، تكرر على السامع السجود إجماعا. ولا يتكرر الوجوب على السامع بعكسه، وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي، بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا تكفيه سجدة على الأصح، لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه. واضح الكلام إن شاء الله. وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة منها، لأنه يشبه الاستنكاف عنها عن السجود. لا يكره عكسه، وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها، مبادرة إلى السجدة. ولكن ندب ضم آية أو ضم أكثر من آية أي إليها، أي إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل. في إشكال أحبابنا؟ هي متعمدا، تعمد قرأ آية السجدة، قرأ جمع آية السجدة كلها قرأها وسجد لها، لا كراهة في ذلك. ولكن الأفضل، الأفضل كما قال لك الشيخنا، أن يضيف إليها آية أخرى دفعا لتوهم تفضيل هذه الآيات على غيرها من القرآن حيث لا دليل على ذلك. نعم طبعا قصدا، كيف دعوها ما سهوا؟ لا شيء عليه في السهو، أما في التعمد وصل إليها ثم لم يقرأها. قال وندب إخفاؤها، يعني استحب المشايخ إخفاءها، إخفاء آية السجدة يعني عن غير متأهب لها،
شفقة على السامعين إن لم يتهيأوا لها. فأنت تقرأ القرآن في البيت مع أصدقائك مثلا، وصلت إلى آية السجدة، تخفض صوتك، تخفض صوتك كي لا يسمعوا ذلك. قال: وندب القيام لمن تلا السجود التلاوة. يا أحبابنا، أنت الآن وجب عليك سجود التلاوة، لا يلزمك لا تكبير إحرام ولا شيء. لو أنك حتى سجدت بدون تكبير لا ضرر في ذلك، أنت الواجب عليك السجود فقط، السجود فقط. أما القيام والتكبير، هذا التكبير ليس تكبيرة إحرام، وإنما هو تكبيرة انحطاط، تكبيرة السجود، تكبيرة للخروج للسجود، وليس تكبيرة إحرام. هذا كله من مندوبات. وندب القيام لمن تلا جالسا، لمن تلا جالسا. كذلك يندب له، يندب لمن تلا راكبا، يندب لمن تلا راكبا أن ينزل ويأتي بالسجدة على الأرض كذلك. وندب القيام لمن تلا جالسا ثم السجود لها. وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها. لو كان إنسان مثلا عليه كما فعلنا الدرس الماضي نحن 14 سجدة، يندب له القيام للسجدة الأولى أم للسجدات كلها؟ قال للسجدات كلها، لا مانع من ذلك. وندب ألا يرفع السامع عند تلاوتها رأسه منها، أي من السجدة، قبل رفع رأس تاليها، لأن الأصل في إيجابها، لأن التالي هو الأصل في إيجابها، في إيجاب سجود التلاوة، فيتبع في أدائها، فيتبع في أدائها. وقالوا كذلك، كذا يستحب ألا يسجد السامع قبل سجود التالي، ألا يسجد السامع قبل سجود التالي. قال: وليس هو حقيقة اقتداء، هذا ليس حقيقة اقتداء، ولذا ولما لم يكن حقيقة اقتداء لا يؤمر التالي بالتقدم، ولا يؤمر السامعون بالاستفاف فيسجدون معه مع التالي حيث كانوا، يعني ولو كانوا متقدمين عليه. وكيف كانوا؟ قاله شيخ الإسلام: وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلاة موجودة في الساجد، الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، وتحريها، تحري القبلة عند الاشتباه والنية، عند الاشتباه والنية كذلك، يعني ينمي السجود للتلاوة مطلقا. إلا التحريمة فلا تشترط، لأن التكبير سنة فيها، وفي التدخلية عن الحجة، ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، انتهى، يعني ثم يقضيها بعد ذلك، لا يسقط عنه الأداء القضاء. وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة كائنة بين تكبيرتين، تكبيرة للوضع وتكبيرة للرفع، هما سنتان، كذا قال في مبسوط فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب. وصححه في البدائع، قال: بلا رفع يد إذ لا تحريم لها، ورفع اليدين هو سنة تكبيرة الإحرام فقط. والتكبير للانحطاط يعني للسجود فلا يرفع اليدين. قال: ولا تشهد لعدم وروده، ولا تسليم، لأن التسليم يستدعي سبق التحريم وهي منعدمة. قال: وتسبيحها مثل الصلاتية، يعني يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح. قال الكمال: ينبغي أن يقال ذلك في غير النفل، ينبغي أن يقال ذلك في غير النفل، يعني لو أنه يعني يسبح يقول سبحان ربي ثلاث مرات، لو أنه قرأ آية السجدة في صلاة الفرض، أما في صلاة النافلة ينبغي أن يقال غير ذلك. قال: فيه وفي النفل يقول ما شاء. في النفل لو أنه يصلي صلاة نافلة وقرأ آية السجدة، يأتي بالسجود التلاوة، ويأتي بالسجود بما شاء من الأذكار الواردة في ذلك، أو أتى بسجود التلاوة خارج الصلاة،
كان السجدة السجدة تلاوية خارجية. يأتي كذلك بما شاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود في السجود التلاوة. وفيه يقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الله. أو قوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك. ثم قال فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. نعم. الدعاء بغير العربية ذكرنا أكثر من مرة في الصلاة جمهور الفقهاء على خارج الصلاة لا ضرر في ذلك. في السجود التلاوة هذه صلاة اشترط فيها ما يشترط للصلاة، لا يأتي بدعاء بغير العربية في سجود التلاوة. نعم. والله أعلم. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.